بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اضفنا الكاستمر عادي، عايزين بس في حالة السكسس والضاف وكله تمام قبل ما ريفرش الداتا كده. طالما الضاف كله تمام، عاوز ارفع الصورة، عايز ابلود الصورة. تمام. طيب انا هو هنزل اوسع كده، ومن هنا هكتب الكود بتاع ازاي ابلود الايمج بتاعة اليوزر او بتاعة الكاستمر اللي لسه ضايفين بياناته. اخدها من الفايل بقى واشتغل عليها فعلا وابعتها على السيرفر. فهعرف ايمج فورم يساوي نيو فورم داتا. الفورم داتا دي مهمة جدا، وبتستخدم لما يكون بنبعت بيانات فيها فايلز، ايمجز بقى، فايلز عادية، بي دي اف، وورد، اي حاجة من الحاجات دي. وفي نفس الوقت فيها داتا، يعني ممكن تشتغل على فكرة تاخد الليلة كلها، بس احنا شغلناها على الصورة، على الصورة بس. قبل ما ابدا اشتغل هقول له اف، واعمل اي دي سيلكت بجي كويري. لو كان الايمج فايل او الايمج، ايوه الايمج فايل، الايمج فايل ده كان يكون اسم الكنترول اللي هو بتاع اللي نوعه فايل دوت بروب، خلاص. وبعد بروب هقول له فايل، فايلز 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 بالمجموع، عشان دي بتجيب لي، لانه في ممكن يكون مالتي سيلكت، يعني ممكن يرفع ابلود اكتر من فايل. هقول له دوت فايلز، بروب فايلز دوت لينث، عدد الملفات اللي موجوده. لو اكبر من صفر يبقى في ملفات صور عايزه ترفع، خلاص. هطلع بس اليرت دلوقتي مؤقتا ان ايه، ان اي هاف ا ايمج، بحيث ان انا اقول ايه، اشوف بس حس انا برفع صوره ولا لا، ما انا رفعت الصوره ولا لا. بس يعني في صوره، يبقى الكود صح والاف صح، وقدر يشوف الفايل. لو ما قدرش يشوف السطر ده يبقى كده مش قادر يشوف الصوره اصلا من اساس، ومش حاسس بيها. دي حته مهمه جدا في الاول قبل ما ابدا اكتب كود كتير. في ايرور، ماشي. السيف كده بتعبد. انا كنت داخل على البراوزر التاني، ماشي. مفيش لسه. هات كاستمر، هات كاستمر. اي بيانات بتاعت اي شخص، اسلام مراد مثلا، اي رقم وغير اي حاجة، الايميل، وتعال نختار له اي صورة. طبعا الصورة مش هترفع، بس هنشوف بس حس ان معنا صورة ولا ما حسش، خلاص. انا بس نشوف حس ان معنا صورة ولا لا عشان نبدأ نشتغل. قلت له اي صورة، وقلت بقى سيف، قال اي هاف ايمج، ماشي كويس جدا. انا ايمج وضافه تمام وميت فل، يبقى كده احنا مكاننا صح والدنيا مظبوطة. لو دخلت واحد تاني سميته مثلا محمد مجدي، ومش هرفع له صورة، ونجرب هنشوف هيطلع مسج بتاعت ان انا عندي صورة ولا ما عنديش. لما بدوس سيف اللي حصل، انا مش، لا كنسل، ايوه كنسل، ايوه عشان مبقاش فيه صورة، وندوس سيف، حطه عادي وما قاليش ان هو عنده صوره. يبقى كده حس بان في فايلز ولا ما فيش فايلز، مظبوط. حلو جدا. نبدا نشتغل بقى على الايه، على بدل الاليرت اللي ملهاش لازمه دي، شيلها بقى، وتعالى نكتب الفانكشنز او الكود اللي هيعمل لي ابلود للفايل. بالفعل كود بسيط، عرفت فاريبل سميته فايل، والفاريبل ده هيروح على الايمج فايل بالاي دي سيلكتر، ايمج فايل كده، خلاص. دو بروب دوت فايلز، دو بروب بروب فايلز من دبل كوتيشن، بس انا بقى عايز منهم بقى الفايل رقم واحد، اول فايل، فهو اوف زيرو لانه بيبعتهم لي از اري. فاول فايل موجود عندي في الايه، رقم صفر كده. فايل ده شايل الفايل. الايمج فورم بقى اللي انا بكونها، اللي هتتبعت للسيرفر، هابند جواها، هكتب ايمج فايل، ده لازم يكون نفس الاسم اللي الاي بي اي مستنياه هنا، كوما الفايل. فهو كده ايه، الايمج فورم دي كده بتتكون اهو، والايمج فايل ده لازم يكون زي الاي بي اي مستنياه، نفس الاتريبيوت نيم زي ما ايه موجود في الباك اند او الاي بي اي اللي عندي. ويبعت له الفايل وضفته على الايه، على الايمج فورم، عشان الاي بي اي هتدور في الايمج فورم اللي جايه، وهتدور على الايمج فايل اللي احنا عملناه. تمام جدا، بقى موجود.
طيب بعد كده هلت الايمج يو ار ال، هعمل فاريبل اسمه الايمج يو ار ال اللي هو عشان نعمل ابلود للايمج، هو اي بي اي مين يو ار ال، بعد كده كان اسمه كانتري كاستمرز على اد كاستمر ايمج اي ام جي، كان اسمه كده في الاي بي اي بتاعتنا في اليو ار ال. كده ظبطت الايه الاي بي اي، بعديه بس بزود الكاست نمبر، كان الكاستمر نمبر، اسف لا الكانتري الاول وبعدها الكاستمر نمبر، ولا الكاستمر نمبر على طول؟ اتاكد طبعا من الاي بي اي بتاعتك، لكن تقريبا كان عندنا احنا الكاستمر رقم الكاستمر، اسف رقم الكانتري سلاش رقم الكاستمر ايه ان او. حلو جدا، فكده ده اليو ار ال بايه اللي بينادي على الاي بي اي، وقوم رايح واخد ايجاكس كول اخليه بقى ايه ينادي عشان يرفع الصوره، هروح اخد كوبي من اي حته، هات ده ماشي يكون صغير وجميل كده مفيش مشكله، بيست هنا اليو ار ال، لا هيجي منين؟ هيجي من ايمج يو ار ال، تمام. النوع بوست ولا بوت؟ بوت، هو كان بيعمل بوت. الداتا تايب هنا معموله جيسون، تقول لا جيسون ايه بقى ده احنا بنبعت داتا ذات نفسيه، طب في داتا تانية هتتبعت يعني كداتا في البادي، قلت له الايمج فورم كلها هتتبعت بما فيها، انت على فكره الكود ده ممكن ينفع معاك لو في كمان تكست واسماء وبتاع وبيانات تكون الفورم وتبعتها كلها. في حاله السكسس مش هعمل ريفرش تاني، في ريفرش في الاخر، انا عندي مسج او مسج انا كان اسمها كاستمر مسج تقريبا، كاست مسج، مش هعمل امبتي بقى، انا عايز الصوره يعني الرساله بتاعت ان الصوره اتضافت تتابند على الرساله بتاعت ان الكاستمر اضاف، يعني شلت الايه الامبتي وخليت بس يابند. في حاله ان في ايرور برضو هبعته على الكاستم على الكاستم مسج، برضو مش همسح الرساله، هابند على اللي موجود، هقول له الايمج نوت سيفد وبليز تراي اجين، ما عنديش مشكله، ممكن ناخد من الرساله دي كوبي ونحط الايه الايرور ذات نفسه عشان عاوزين نعرف بيانات او تفاصيل الايرور اللي حصل لو حصل يعني. بريك عشان ينزل سطر وواحد في الايرور از ات از، ده بالنسبه لايه الشغل بتاع الصوره. دي كانت نهايه الايه عشان بس ابقى عارف دايما بدايه ونهايه كل حاجه، دي نهايه السندنج الايمج بالايجاكس، وده كان نهايه الاف الاف بتاعه الايه ان في فايلز ولا مفيش فايلز اصلا، تمام. دي نهايه الايه ان احنا كنا بنشيك على الفايلز على الايمجز يعني، تمام. وبعديها نريفرش الايمج نريفرش الداتا، اخش على البراوزر بس ماشي تمام. تعالى نعمل اد من كاستمرز، اد كاستمر اي بيانات على طول متسجله عندنا كده على طول، ونختار له صوره وندوس على سيف، الصوره اتفقدت ولا ايه؟ ندوس على سيف، ها الرساله طلعت لنا ان اليوزر اتضاف لكن ما طلعناش ان ايه. طيب ايه اللي حصل؟ نعمل ريفريش، اليوزر اتضاف فعلا بس ملوش صوره، او اضاف البيانات وما طلعش من اول مره عشان ريفريش كده ما ظبطتش معانا. اد كاستمر اديله رقم تاني نشوف ايه اللي حصل، يعني نجرب كده نشوف ايه اللي حصل، نلاحظ
اي اسم، محمد مثلا نجار، ماشي، اي رقم تليفونه، غير حاجه بسيطه، والايميل، ماشي، ونرفع له صوره. سيف. طب نشوف انسبكت، هل في اي اخطاء؟ اه عندي ايرور. طيب رقم السطر نروح عليه على طول، بس في الفايل بتاعنا. ايوه تمام، نرجع للسطر بتاعنا ده. تمام، هو من اول الايجكس كول. نسينا برضو شويه حاجات عشان ما نعملش بروسيسنج للفورم، فانا هزود شويه حاجات. بروسيس للديتا، هقول له ما تعملش بروسيس للديتا، ما تعليكش البيانات، ابعتها از ات از زي ما هي جايلك بالظبط. فهدي له بروسيس للديتا فولس، وهدي له كمان الكونتنت تايب، نوع الكونتنت اللي هيتبعت لك، تحديد النوع، طبعا هو نوع مختلط، فهقول له فولس، واحدد النوع في الفورم. يعني ارجع ل HTML، الفورم دي لازم بنحدد لها الانك تايب، حاجه اسمها الانك تايب، الانكريبشن تايب، بما ان هتشيل صوره، عشان تنفع الفورم تشيل صوره لازم نحدد حاجه اسمها الانك تايب ونحددها على مالتي بارت. فانا هاجي اهو في الفورم اللي اسمها كاستمر فورم، واقول له الانك تايب، واختار مالتي بارت على فورم ديتا، والا مش هيبعت صور ولا ملفات خالص. في اي شاشه، اي فورم فيها فايل ابلود لازم يكون ايه بالمنظر ده. طيب كلوز الاسبكت ده، الداتا بتاعت الناس، تعال نضيف واحد تاني، هاد نيو كاستمر عشان نتاكد ان الصوره بتترفع ولا لا. دكتور مثلا، ماشي، هات دكتور عبد الدائم، اي رقم تليفون، الايميل، ونابلود صوره ليه، وندوس سيف. طب تمام، نقفل كده، نبص على الداتا، هو اتوجد اهو بس من غير صوره. طب تعمل ريفرش كده، الصوره اترفعت، كل حاجه شغاله، اترفعت في الداتابيز وتعمل لها ابلود. يبقى كده ايه، عندنا عيب في حته الايه، الريفرش كده مش ظابطه معانا، محتاجه ايه تتظبط شويه، لكن الصوره بتترفع عادي ما عندناش فيها مشكله خلاص. يعني الصوره بتاعت الكاستمر بتترفع عادي، لكن احنا عندنا مشكله في الريفرشنج. هنزود في المسج اللي بتطلع بي ار، عشان تبقى صوره ان الصوره اترفعت دي تبقى في سطر لوحديها، لان كانت طالعه لازقه في اللي قبليها، مفيش مشكله. طيب الصوره ما اترفعتش، او الصوره يعني حصل فيها الريفريشنج ما كانتش مظبوطه، انا طبعا عايز، بس ممكن تكون بسبب اللود، يعني سرعه التحميل، فانا هوقف الكونفرت الباينري داتا، لان دي بتاخد وقت اصلا بطبيعتها عشان نبقى عارفين بطيئه. وخلينا ناخد من اليو ار ال مباشره كده ونجرب تاني، لو خلينا العرض يبقى جاي من اليو ار ال مباشره، عشان فولدر كده كده الابلود اترفعت في الحاجه، لو انك اكسبلور الفولدر الابلود اهو صورته اترفعت بالاي دي بتاعها مظبوط. فيبقى نجرب نجيب من اليو ار ال مباشره. العرض اللي فات ده كده كان من الداتابيز، فانا دلوقتي غيرت عشان يبقى العرض من اليو ار ال مباشره، عشان ده اخفف السرعه بتاعتنا. فاخدت مثلا انج واحمد عمر على 6، ماشي، ويتاكد ان الصوره بتاعته ترفع وكله تمام، فدخله الداتا بتاعته بالمره، وهابلود الايمج ليه ونشوف اللي هيحصل ايه. طب هو اتضاف، اتضاف اهو، بس الصوره ما طلعتش. يبقى الصوره بتظهر بعد ثاني مره، او اعمل ريفريش عشان تظهر. واخدين بالنا؟ فكده معناها ان يعني بص، خد بالك، لو انا ضفت واحد كمان هيبدا ايه الداتا بتاعت اللي قبليه يظهر، فكده في ديلي في الايه، في الريفريشنج وعرض الداتا،
بس هوريك ازاي نصلح الديلي ده عشان دي حته مهمه جدا في النود جي اس ان شاء الله. بس في فيديو تاني اوريك الحته دي بتاعت الريفريشنج دي في ساعتها هتبقى مظبوطه ازاي.